استسمحكم المشاركة بكلمة في حق المرحوم بإذن الله تعالى، أصالة عن نفسي ونيابة عن زميلاتي وزملائي أعضاء جمعية أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بمؤسسة الثانوية الإعدادية ابن سينا. فارقنا السيد المدير المسمى قيد حياته عبد القادر بزقارة بعد فترة ليست بالقصيرة من العطاء، تاركا سيرة عطرة وذكرى طيبة وروحا نقية وميراثا من الجهد والخلق الرفيع. فمهما حاول الموت أن يبعده عنا فهو لن يمحو ذكرى من أعطى الشيء الكثير للمؤسسة التعليمية. يعز علينا فراقه في وقت نحتاج فيه إلى أمثاله من الرجال الأوفياء لعملهم وللمدرسة بصفة عامة. ومهما قلت فيه من كلام لن أوفه حقه لما قدمه من عطاء ووقت وجهد وتفان في سبيل تطوير المؤسسة. لقد كنت الواحد من بين العشرات من رجال التعليم الذين عملوا معه، فكان يتمتع بطيبة المعشر وسماحة القلب، فزاده ذلك احتراما وتقديرا ومحبة في قلوب رجال التعليم العاملين معه، وكذلك التلاميذ والتلميذات وأولياء أمورهم. فكان مثلا يحتدى به في تسيير المؤسسة التعليمية. لقد غيبته الموت جسدا، لكنه سيبقى في قلوبنا ما حيينا، لن ننساه، وستظل أعماله ومآثره في أعماقنا. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته، آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.